بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا الكريم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خالتي اخواتاتي، إن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال وفي صحة جيدة. مرحبا بكم في قناتكم، في قناة أختكم حورية تيوب. إن شاء الله تكونوا لاباس عليكم وانتم تشوفوا في هذه الفيديو. مرحبا بكل دخل في قناتي، نشكركم نشكركم جميعا جميعا جميعا، وكل من خلالي تعليق شباب كيما نتوما الله يخليكم والله يحفظكم. هذا الفيديو مهم جدا، رايحة نتكلم لكم على ما جاء في خطاب الرئيس السيد ماكرون البارح الثلاثاء على الساعة 8 مساء. راح نحاول نلخص لكم ونفهمكم يعني بعض النقاط اللي كاين الناس اللي ما يفهموش الفرنسي وكاين اللي ما يفهموش اللغة العربية الفصحى. انا راح نهضر لكم بالدارجة، الناس الكل تفهمني، كل الفئات يفهموا اللهجة الدارجة. فوالا، اولا راح نتكلم السيد ماكرون على التلقيح والجواز الصحي، فرض واجبار الجرعة الثالثة، الجرعة الثالثة لفئة ثانية من العمر. طلب ماكرون من الفرنسيين بالتلقيح والتوجه الى مراكز التلقيح للناس اللي مش ملقحين، تعديل قانون الشوماج، تعليق مستحقات الشوماج وتوقيفها لبعض الفئات، رسالة فرنسا، رئاسة فرنسا للاتحاد الاوروبي، انجازات ماكرون ولا انجازات الحكومة الفرنسية لمدة 5 سنوات في العهدة تاع ماكرون، والتعايش مع الفيروس. نروحوا نبداو على بركة الله نشرحوا كل شيء. خوتي وخواتاتي، بعد الإعلان على خطاب رئيس ماكرون الجمعة الماضي، لوحظ على منصة دوكتوليب سيغ الموقع تاع دوكتوليب 98,000 شخص لأخذ موعد للجرعة الثالثة، يعني رقم هائل، رقم مرتفع جدا. فأصبحت المواعيد ترتفع بسرعة من اللي أعلنوا على الخطاب تاع رئيس، يعني الناس راح الناس كامل راح تدير الجرعة الثالثة. فوالا، أول حاجة هدر على التلقيح، يعني كما هدر على فرنسا مع الاتحاد الأوروبي، شراو 2 مليارات جرعات مع الاتحاد الأوروبي. بفضل التلقيح استطعنا التغلب على هذا الفيروس كما يقول ماكرون، وقال لم ننتهي بعد هذا مع هذا الوباء، كنا متحدين ونحن نواجه الموجة الخامسة. واشترط تحذيرات، يعني ولازمنا نكونوا حذرين، كما قدم نداء خاص للفئة اللي مازالوا ملقح اللي مازالوا مش ملقحين، اللي يتراوح عددهم حوالي 6 ملايين شخص اللي ما تلقاوش حتى الجرعة الأولى. يوجه لهم نداء ويقول لهم تلقحوا تلقحوا تلقحوا، فاكسينيفو فاكسينيفو بور فو بروتيجي اي بروتيجي لي زوتر، كما يقول هو، لنعيش بطريقة عادية وطريقة ونعيش بحرية. كما هدر على كل الدراسات التي أجريت بعد 6 أشهر من تلقيح تقل المناعة، يعني إذا أخذتم التلقيح ونقولوا وكملتوا 6 أشهر بعد الجرعة الثانية وأنتم في سن أكبر من 65 سنة، عليكم أن تأخذوا الجرعة الثالثة. يعني راه يهدر على الناس اللي عمرهم يفوقوا 65 سنة، يسمى يقول لهم بطريقة غير مباشرة بأن الجرعة الثالثة أصبحت إجبارية عليكم، وكون ما تديروهاش يعني بعد 6 أشهر من الجرعة الثانية، لو باس سانيتير تاعكم يصبح غير صالح. فوالا، هذه هي يعني إجبارية التلقيح، إجبارية الجرعة الثالثة على هذه الفئة من العمر تفوت 65 سنة، ابتداء من 15 ديسمبر يصبح جواز الصحة ديالهم يعني غير صالح، وهنا يجبر المسنين على أخذ الجرعة الثالثة. وكذلك أتكلم عن تشجيع الأشخاص
الذين يتراوح سنهم ما بين 50 و65 سنة أنهم يعملوا الجرعة الثالثة، وسوف تنطلق هذه الحملة ابتداء من 15 ديسمبر. ماكرون في هذا الخطاب استثنى تماما تلقيح الأطفال، ما هدرش عليها نهائيا يعني، والإجراءات اللي قوموا بتلقيح الأطفال. ماكرون كذلك تكلم على النقاط الإيجابية التي قام بها والتي سوف يقوم بها في المستقبل. تكلم كذلك على الشوماج، على لازم لكم منا وهكذا تخدموا 6 شهور يعني في العامين الماضيين باش تتحصلوا على الشوماج. وإذا لم تكن هناك جدية في البحث عن العمل، وهناك كما نقولوا دي جيستيفيكاتيف باش راكم تبحثوا عن العمل، سوف تحذف ليزالوكاسيون شوماج نتاعكم. كذلك تكلم على التقاعد والتعديل، وتعديل قانون التقاعد لكن لم يحدد تاريخ بعد. تكلم كذلك على الزيادة في لي سالير تاع القطاع الصحي اللي تتراوح ما بين 400 و200 اورو نت شهريا. مكافأة تكلم عليها ثاني، على مكافأة 100 اورو التي سوف تدفع لكم في شهر ديسمبر. مكافأة كذلك شيك 100 اورو، شيك دينارجي. فوالا. كذلك تكلم رئيس ماكرون على رئاسة فرنسا للاتحاد الأوروبي ابتداء من السنة القادمة، وسوف تمر كل سوف نمر على كل التحديات وبناء الصناعة، وأدافع على كل الفرنسيين مادام كي نصبح يعني رئاسة الاتحاد الأوروبي. وفي الأخير يعني اهدر بوحد الصوت ماكرون، مش مال فيه يهدر بهذا الصوت، توجه هذه الكلمات التعبيرية وهذه الكلمات الحساسة، قالكم باللي أشعر بالتعب تاعكم، أشعر بإعانة بمعاناتكم وأوجاعكم، وأحس بكل ما تحسون، فصدقوني صدقوني وصدقوا فرنسا. يعني يقول لكم كروي لا فرانس، وسوف تتقدم فرنسا بحول الله. وكأنه يمهد للحملة الانتخابية، لكن إخواني إخواتي السيد ماكرون لحد الآن ما زال لم يعلن لترشحه للانتخابات الرئاسية اللي راح تجرى في أبريل 2022. لحد الآن مازال ما ترشحش ومازال ما علنش على الترشيح تاعو، لكن هو بدوره راه يتكلم على الاقتصاد، يتكلم على القدرة المعيشية للمواطن الفرنسي، يتكلم على مصالح كثيرة عكس ما راهم يتكلموا عليه الجانب اليميني كيما زمور وكيما مارين لوبان اللي يتكلموا على موضوع الهجرة والموضوع الهجرة الغير الشرعية. إلى هنا إخواني أخواتي هذا مش حبيت نفسر لكم يعني وش قال السيد ماكرون. إن شاء الله تكونوا فهمتوني، إن شاء الله نكون فدكم، ونقول لكم يعني راهي ارتفعت بزاف الوباء هذا، راهي 40% ارتفعت في أسبوع فغابور الوقت فات. بروتيجي برواحكم، بروتيجي لفامي تاعكم إخواني أخواتي، ما تلعبوش مع هذا الفيروس راهو خطير. نقول لكم أحبائي حبيباتي شكرا على متابعة الفيديو إلى الآخر، وإذا كانت عليك عندكم أي تفسيرات ولا أي استفسارات ولا أي تعليقات خليوها لي في الكومنتار إن شاء الله، وأنا سوف أجيب عليها. بقوا على خير، والسلام عليكم ونهاركم زين إن شاء الله.